بنرحب بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع مره ثانيه، وبنرصد مع حضراتكم الامطار الموجوده دلوقتي في شوارع القاهره. ويمكن كنا من دقايق قلنا لحضراتكم ان الامطار خفيفه والطقس دافئ ومعتدل، ولكن طبعا الامطار بدات تتزايد، واحنا مع حضراتكم دلوقتي بنرصد طبعا معاكم من شوارع حي الدق. الأمطار بتتزايد بشكل كبير، نقدر نقول أمطار غزيرة. طبعا مش أمطار الشتاء المتعارف عليها اللي بتكون الشوارع فيها مية غرقانة وكده، ولكن طبعا محتاجين يعني أي حد هينزل بعربيته دلوقتي لازم يتأكد من عوامل الأمان، يتأكد من المساحات شغالة بكفاءة. يعني الأمطار بتشتد على شوارع على بعض مناطق القاهرة، يعني مش على كل مناطق القاهرة. وبندعوكم طبعا ان كلكم تشاركونا لو في أمطار في منطقتكم، عرفونا الأمطار موجودة فين بالظبط. وطبعا زي ما كنا قلنا لكم هي دي أجواء الخريف المعتاد عليها في مصر، أجواء خريفية بيكون فيها بعض التقلبات الجوية. طبعا دي مش أول مرة نشوف مطر في شوارع القاهرة، كنا رصدنا مع حضراتكم من أيام وجود كان في أمطار برضو خفيفة، ولكن كان في رعد وبرق. النهاردة الجو جيد، السماء طبعا ملبدة بالغيوم، ولكن مش ليست غيوم شديدة، مفيش برق مفيش رعد مفيش حتى برد، الجو دافي ومعتدل والناس مستمتعة بالأجواء. الناس طبعا بتحب المطرة، ده هيكون بالنسبة لها جو مثالي انها تقدر تستمتع بالأمطار بدون ما يكون في برد او هواء شديد. الجو لطيف جدا مع أمطار يعني بدأت تشتد في الدقايق الأخيرة، وبنرصد مع حضراتكم زي ما انتم شايفين دلوقتي الأمطار مستمرة بقالها تقريبا بنتكلم حوالي نص ساعة، بدأت خفيفة وبدأ يزداد حد أو تزداد حدتها مع مرور الدقايق. زي ما انتم شايفين طبعا بعيد عليكم ان اي حد هينزل يروح مشوار لازم يتأكد مساحات العربية تكون شغالة، إضاءات الأمطار تكون شغالة لو كانت موجودة، يعني التحذيرات دي بتكون مهمة جدا. وطبعا احنا بنرصد مع حضراتكم جولة في شوارع حي الدقي والمهندسين، بنرصد معاكم لحظة بلحظة هطول الأمطار. وطبعا ابعتوا لنا قولوا لنا الأمطار موجودة في مناطق ايه، بحيث كل المتابعين يبقى عندهم معلومات عن المناطق اللي بتهطل فيها الأمطار. وطبعا احنا في تلفزيون اليوم السابع هنتابع مع حضراتكم حالة الطقس لحظة بلحظة، وهيكون في نشرات ومتابعات مستمرة لحالة الطقس لحظة بلحظة. انتوا شايفين لسه الأمطار مستمرة واحنا معاكم في هذه الجولة، طبعا جولة في ساعات الفجر. شوارع القاهرة طبعا كالعادة لا تنام رغم الإغلاق المبكر بسبب جائحة كورونا، كل المحلات أو معظم المحلات قافلة باستثناء بعض المطاعم، طبعا بتشتغل بالدليفري، ولكن طبعا المصريين كالعادة السهر خصوصا النهاردة الجمعة. زي ما شايفين الشوارع مليانة و مفيش أي مشاكل، مفيش أي برد، مفيش أي هواء، الناس مستمتعة بالجو، وده زي ما بقول لكم جو مثالي لعشاق الأمطار. الناس اللي بتحب المطرة بستمتع جدا، لأن زي ما بقول لكم الجو كويس، وفي نفس الوقت المطرة يعني ما هيش خفيفة، بدأت خفيفة ثم ازدادت. لسه بنرصد مع حضراتكم. زي ما قلت لكم ابعتوا لنا احنا معاكم سامعين، وابعتوا لنا قولوا لنا ايه المناطق اللي فيها امطار
اكتر، ويا ريت الكل يشارك هذا البث المباشر بتعليقاته عشان كل الناس تبقى عندها معلومات بالظبط الامطار موجوده في مناطق ايه دلوقتي. زي ما قلت لكم احنا بنرصد هطول الامطار على شوارع الدقي والمهندسين. طبعا احنا معاكم دلوقتي في جوله من شارع احمد عرابي، طبعا مع ساعات الفجر. نشكر حضراتكم على المتابعة، وطبعا هيكون التعليقات مفتوحة، كل الناس تقدر تبعت لنا وتقول لنا بتشوف الأمطار فين، واحنا معاكم لحظة بلحظة على تلفزيون اليوم السابع دايما بنتابع معاكم كل حاجة. وأتمنى نكون قدرنا نقل لحضراتكم يعني كل حاجة بتحصل في الشارع المصري. شكرا حضراتكم.